اهلا وسهلا بيكم ومساء الخير عليكم في حلقه جديده معنا النهارده من برنامج افتخر بمهنتك. معنا النهارده خبيره التجميل الجميله قوي تيسير فهمي. اهلا بيكي تيسير. أهلا بيك. نرحب بيكي معنا في الاستوديو النهارده. ميرسي ميرسي، متشكره جدا على الدعوه الجميله دي. شكرا. في البدايه كده تيسير، عايزين نعرف ايه هي اساسيات الميك اب لما بتبداي تشتغلي في اي عروسه؟ بتبداي ازاي وبتعملي ايه؟ فهمي كل الساده المشاهدين. بصي، هو اول حاجه في الميك اب هو الترتيب، ترتيب ثم الترتيب. لازم البشره تبقى هاديه ومترطبه كويس، وبعد كده بنبتدي نشتغل فيها. اول حاجه بناخد برايمر يبقى مناسب على نوع البشره. اذا كانت بقى في مسام بناخد لها برايمر مناسب عشان نداري المسام اللي في الوش. لو دهنيه لازم يبقى ده واقي عشان الدهون. وبعد كده بنستخدم الفاونديشن المناسب للبشره. تمام. طب بالنسبه للفاونديشن بقى، ازاي بتختاري درجه الفاونديشن تبقى مناسبه للبشره؟ هل بتبقى مثلا زياده درجتين او درجه عن لون البشره؟ يعني عرفينا. بصي، هو خطا كبير بيقع فيه كل البنات ان هم عايزين يبقوا بيضين، فده غلط. انتي اول حاجه بتجيبيها الفاونديشن بتجربي هنا كده جنب في الخد كده عشان تعرفي الدرجه، وتطبطبي كده وتشوفي الدرجه مناسبه ولا مش مناسبه. الدرجه المناسبه لازم تبقى درجه بشرتك. الفاونديشن ما هو الا ان هو بيوحد لون البشره، فلازم يبقى درجه اللون. ما يعني مش زي أكتر ما بنسمع مثلا لازم ناخد لون شويه يكون افتح عشان درجة لما واحدة. يأكسد ولما بالظبط. غلط غلط. يعني السمر كمان ما ينفعش ان هم ينقوا حاجه فاتحه، هتقلب رمادي معاهم. فاقصى حاجه درجه واحده افتح. تمام. طب ليه دايما بنلاقيه بيخطط؟ يعني مثلا نيجي بعد ساعه ساعتين من من الميك اب بنلاقي فيه خطوط شويه تحت العين، شويه عند الدقن. تمام. هي دي بقى مشكله الترتيب. البنات فاكره ان هي تعمل الميك اب خلاص هتداري كل حاجه. لا طبعا، البشره ده عامل اساسي. يعني اسمها الميك اب اللي هو الدائم. الميك اب الدائم ده اللي انت المفروض ترطبي على طول بشرتك، سكربات على طول. لازم سكراب ده اسبوعيا يشيل القشور اللي في البشره. ما ينفعش ان انا اجي احط فاونديشن على بشره تعبانه هلكانه. تمام. زي الارض البور. مثلا اي مناسبه مثلا عندي قبلها باسبوع لازم اهتم ببشرتي. الترطيب طبعا. انا عندي جداً. العملاء لازم ببقى متابعه معاهم قبليها بالترتيب، اقول لهم سكرابات حاجات طبيعيه يستخدموها. احنا بنسمع عن العروسه بتروح الكوافير قبلها باسبوع كل يوم، ايه اللي بيحصل؟ ما هو ده خلال بقى الاسبوع بنشيل بلاوي السنين. يعني لازم الواحده تهتم بنفسها على طول، لازم ما تسيبش بشرتها. يعني ما عندناش حاجه غير بشرتنا اللي نهتم بيها اول حاجه. تمام. يعني اهم حاجه الترطيب. طبعا. طب بالنسبه بقى للهالات السوداء، طبعا العروسه بتبقى من التفكير والتوتر قبل الفرح وما بتنامش، طبعا الهالات السوداء بتبقى مضيعه. طبعا دي مشكله بتقلق كل البنات غير العرايس بس. كل البنات عايزه لما تخرج ما يبقاش عندها هالات سوداء. تمام. طب دي بيبقى ليها علاج مثلا ولا بنداريها في الوقت ده بالميك اب؟ طبعا هي ليها عوامل. ليها طبعا قله النوم، السهر، الحاجات دي، السجاير، يعني ليها عوامل داخليه. فاحنا دلوقتي عايزين خلاص قدام الامر الواقع وعايزين ان احنا نعالج الموضوع. فهنستخدم يا اما مصحح لونه اورنج، ده في الحالات اللي هي بتبقى مستدعيه جامد، الهالات تبقى قويه قوي. الهالات خفيفه عادي هنستخدم يعني الكونسينر يكون درجه غامقه عشان برضو كله بيروح للدرجات الفاتحه. فلا يا جماعه غلط. هما فاهمين مدام سمار يبقى طبعا نحط فاتح علشان هيقلب رمادي على طول. فاحنا لازم بالتدريج بناخد لون نفس لون البشره، او ممكن يبقى اغمق كمان ونفتح براحتنا. بنحط حوالين العين وبيبقى فيه في الحتت هنا حوالين الفم بيبقى فيه غمقان ساعات. بنحط اللون الغامق الكونسيلر ونوزعه، وبعد كده عايزين بقى نفتح في اماكن التفتيح بنفتح، بنجيب كونسيلر تاني افتح وندي اضاءه افتح عشان ما يقلبش معانا. تمام. في الميك اب طبعا بتبداي بالعيون اول حاجه بتشتغلي فيها. هي ملهاش تكنيك معين، يعني كله على حسب. على حسب الوش. طيب احنا معانا صور هتتعرض دلوقتي على الشاشه، هنشوفها معانا نتكلم فيها.
طيب بالنسبة للحواجب، عايزين نعرف انت ايه طريقتك في الحواجب؟ بصي، اسهل طريقة وبرضو للبنات حاجة تبقى يومية على طول، الباودر. الباودر ده اخف حاجة واحسن حاجة وما يوقعش شعر الحواجب الاصلية. فبيبقى هما اللونين مع بعض، الغامق والفاتح. هنعمل بالغامق على طرف الحاجب تمام. والفاتح نفتح في اوله. معانا صور على الشاشة، عايزين تشرحي لنا الصور دي ايه؟ طيب بصي، الصور ماشي تمام على الهوا، المشاهدين شايفينها. معانا هنا على الشاشة صورة بنوتة، الميك اب بتاعها هادي قوي، ده كان سواريه، ده كان سواريه بس سموكي كمان، هادي. برغم جميل. ان البنوت عينيها صغيره، بس احنا وسعناها لها بالكحل الابيض. معانا ميك اب تاني، ايوه ده سواريه برضو. ده يمشي سواريه وكاتب كتاب. بصي، على حسب ما العميل بيطلب. طبعا بتتحكمي في العين اللي ما بتبقى ضيقه، طبعا بتحطي لها كحل تقريبا ابيض او ابيض. البيج، البيج ده نازل احسن طبعا. بيفتح العين. تمام. طيب قلنا انتي بتحبي تحطي الحواجب. معانا برضو عروسة تانية، بتحبي انتي اللوك يكون هادي حتى لو عروسة يوم دخلتها؟ بصي، دي بتبقى على رغبة العميل. يعني انا ممكن ابقى شايفة حاجة عايزة اعملها، فالعميل يقول لي لا حطي لي كذا، فانا ما ينفعش، لازم امشي مع كل الاراء. انا لازم اقول طبعا خبرتي في المجال، ده اللي ينفع ده اللي ما يعني ينفعش. بتديها رأيك حتى طبعا لو هي انا طالبة اديها حاجة رأيي معينة؟ طبعا، بس القرار الاخير ليها، تمام. لازم يبقى العميل راضي عن كل حاجة. طيب العروسة وهي بتجيلك، طبعا في مشاكل بتقابلك وانت بتشتغلي، مثلا مسام مفتوحة زي ما ذكرنا، الهالات السوداء. طب يعني بتتعاملي ازاي؟ بتعرفي حتى لو حاجة قابلتك فجأة بتعرفي تعديها طبعا بالميك اب؟ بصي، ما هي دي احنا بنحاول نتعامل معاها، بس انا بياخد مني مجهود بقى طويل. يعني لازم بشتغل بقى معاها سكربات. انا في البدايه، يعني اول ما ببدا معاها بعمل لها سكراب سريع مع الترتيب. بس طبعا يعني لما العروسه بتكلمني بقول لها يا ريت تبقي مهتميه بالبشره قبليها بشهر بشهرين. ويعملوا، في ناس بتروح تعمل تنظيف عميق، فغلط جدا تروحي قبليها مثلا احنا معانا برضو بيومين صور على ثلاثة. الشاشة، حابة برضو تشرحي حاجة لو انت عايزة تشرحيها. تمام. لوكات مختلفة طبعا من السواري ومن ال انا عايزة افيدهم برضو ان هم ما يروحوش يعملوا التنظيف بالمناسبة. العميق. طيب معلش، مبادرة الخير بقى عايزين نتكلم عنها شوية. طبعا احنا في برنامجنا افتخر بمهنتك، معانا مبادرة الخير، تمام. فانت حابة ايه منك يطلع لمبادرة والله الخير؟ انا يشرفني جدا ان انا اقدم لكم حاجه بسيطه جدا للعرايس الغير مقتدرين. اقدم 2 ميك اب زفاف للغير مقتدرين، بس يتواصلوا معايا او مع الاعداد هنا وتحت امرهم. يعني تمام. ارقامك طبعا كانت معروضة على الشاشة وزي ما احنا شايفين. وتيسير متبرعة ب2 للغير قادرين للعرايس. ايوه تمام كده. التواصل يكون مع تيسير على الارقام اللي ظهرت معانا على الشاشة او مع الاعداد بتاع البرنامج. منورانا النهاردة جدا يا تيسير. وكمان عايز اعرف بقى شوية ماسكات طبيعية تديها للبنات والمشاهدين كده، لو مش لازم حاجة نشتريها تكون غالية، يعني ممكن لو حاجة في البيت نستغلها ازاي؟ تمام. بصي، اهم حاجة الكولاجين. احنا عارفين ان بشرتنا بعد سن 25 الكولاجين نسبته بتبتدي تقل. بتقل. فانا ممكن اقول لهم وصفه برضو طبيعيه سهله يعملوها في البيت، هتفيدهم جدا، شد التجاعيد والتفتيح وكل حاجه طبيعيه من مكونات موجوده معانا في البيت. هيجيبوا من عطار لبان الذكر معروف، بس يجيبوه باودر، لا اما يطحنوه في البيت. لبان الذكر يطحنوه، معلقتين لبان ذكر مع معلقه لبن باودر وفص ليمونة، ولو بشرة حساسة تتجنب بلاش الليمون، الليمون. بلاش الليمون، ونقطة اللبن أو زبادي أو معلقة زبادي، تمام، اللي هو يعني يبقى كريمي كده، ونحطه على الوشين لمدة نص مثلا ساعة. 10 يا ريت دقايق ولا يا ريت، لا قد ايه؟ يسيبوه لأن ده يسيبوه كولاجين احنا شوية. عايزين البشرة تستفيد بيه، فيتساب. تمام. نرجع بقى للميك اب، اوكي. وعايزين نعرف شوية الكونتور.
الكونتور. ازاي بتستعمليه وازاي بشويه بيغير الملامح؟ بصي، الكونتور ملوش اي مقاييس معينه، لان الكونتور من وجهه نظري انا ان احنا نبص قدام المرايه نشوف ايه الحاجه اللي عايزين نخفيها والحاجه اللي عايزين نظهرها. تمام. زي مثلا بشره طويله، الوش طويل، فما نجيش احنا ونغمق بالكونتور، الكونتور ده بيبقى لون غامق، بنغمق بيه الاماكن اللي عايزين نداريها. فما نجيش احنا هنا نغمق في الحته دي فالوش يطول معانا، لا غلط. فاحنا بناخد مثلا الجبهه لو واسعه بناخد من فوق على الشعر، بنطلع بالكونتور، نطلع بيه على الشعر عشان خاطر يبقى مدموج وشعر طبيعي. طبعا عايزه اقول للمشاهدين ان الميك اب اللي انتم شايفينه الجميل قوي التحفه ده دوت من عمايل ايد تيسير، وانا بشكرك جدا عليه ونورتينا. ميرسي ليكي. معايا تهنئه على الشاشه من الاستاذ عادل طعيمه، مدير تسويق برنامج افتخر بمهنتك، بمناسبه المولود الجديد لنسيبه ابراهيم سعيد طايع، وتهنئه لكل افراد الاسره. معانا على الشاشه صوره المولود ما شاء الله تبارك الله. طبعا انا بشكرك النهارده يا تيسير جدا جدا ونورتينا، وبنتمنى تكوني معانا في حلقات تانية. باذن الله. واحب بس اديكي حاجه بسيطه كده هديه من البرنامج. وكمان ما تنسوش بقى تستنونا في حفله الجوكر 2020. مرسي. ودي حاجه بسيطه. مرسي. تيسير، مرسي. شكرا شكرا. الحفله موجوده على كورنيش النيل ونايل سوبريم، واستنونا ولازم تكونوا موجودين معانا. نلتقي بعد الفاصل. مساء الخير عليكم، وحشتوني في برنامج افتخر بمهنتك. والنهارده هنتكلم عن الفن والجمال، ومعنا النهارده الفنان استاذ محمد يوسف. اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا فندم. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. استاذ محمد، عرفنا عن نفسك. انا بدات مشوارك ازاي؟ انا بصراحه يعني كنت موهوب من وانا صغير في المدرسه في موهبه الرسم، فطبعا الاستمراريه في الشيء ديت اهم حاجه. فانا لما اكتشفت ان انا عندي موهبه الرسم، اصحابي يعني بداوا ان هم يدعموني، ولقيت ان الدعم جاي من والدتي ومن اصدقائي، فبداوا بقى ان هم يقولوا لي ان انت يعني كويس في الرسم وان انت لازم تستمر وكده. ومن هنا يعني بدات ان انا اخد الرسم ان هو طريق ليا. يعني الرسم بيعني لك ايه في حياتك؟ يعني بتحس ان الرسم بيعني لك ايه لما بتيجي ترسم لوحه كده مثلا؟ بيتعني لك ايه اللوحه يعني؟ والله هو الرسم ممكن يكون بالنسبه لبعض الاشخاص ان هو ممكن يكون مصدر رزق، ممكن يكون هو مثلا الشيء ده هو حابب نفسه فيه. انا بالنسبه لي هو الرسم ده يعتبر حاله ميكس، يعني تعتبر هي بالنسبه لي شيء مجمل كده، بيطلعك مثلا بيخرج الطاقه الايجابيه اللي جواك، فبيخلي عندك مخليك متفائل بالحياه دايما. فهو بالنسبه لي هو شيء انا حابه، وبالنسبه لي هو برضه مصدر دخل. تمام. طب بالنسبه انت بترسم مجال معين يعني حاجه معينه، ولا بترسم كذا حاجه يعني؟ والله هو في الاول طبعا انت لازم تكون ملم بكل الموضوع، ولازم تكون شامل في الفن بتاعك. بس لما بتكبر بتبدا بقى تحدد مجالك، زي مثلا ما يكون واحد مثلا في كليه طب او كلام من ده، يبدا هو يتخصص في مجاله او يتخصص في التخصص اللي هو بيحبه. انا بالنسبه لي شفت ان افضل مجال ليا اللي هو ان انت مثلا تعمل دعايه واعلان، ان هو تبتكر لوجوهات، تصمم شعارات، وفي صور موجوده انا اللي صممتها، ومجالي كمان في المملكه العربيه السعوديه بما ان مصدر شغل هناك. يعني انت عملت الصور في المملكه العربيه السعوديه؟ عملتها هناك. ايوه. وطبعا عشان انت تقدم فطبعا التكنولوجيا بتدخل في كل شيء، فكان ده يعتبر عائق برضو بالنسبه لي، لان انا تقريبا ما كنتش اعرف حاجه برضو بالنسبه للكمبيوتر وكده. انت متخصص في حاجه فانت مستمر فيها على طول. فبدات بقى اخذت دورات في الكمبيوتر في برامج الانديزاين والفوتوشوب والانفورميشن سيستم، فده طبعا خلاني ان انا اكون ملم يعني بيها وكده، والحمد لله بقيت فيها ان انا موهوب بدرجه يعني امتياز وكده. تمام. طب ممكن تكلمنا عن الصوره المعروضين على الشاشه؟ والله دي شعار لشركه معمار، ده كانوا طلبوا مني ان انا اعمل لهم شعار، وان انا ودي بالنسبه لديت دي ايه قرانيه بالخط العثماني على شكل طائر، وده لوجو لمحل اكسسوارات حريمي، وده مكتب محاماه. يعني لو في حد عايز يعمل شعارات ولا حاجه بيتواصل معاك؟ تمام. صح كده؟ اتكلمنا عن اللوحه دي برضو. اللوحه دي رسم انمي، طريقه حلوه جدا.
بتتميز ان هي بقى ان انت اول مره بتدخل الفحم والفلوماستر مع بعض. فهي تعتبر نوع جديد يعني من الرسم وكده، فما بتاخدش وقت يعني. وده طبعا آية قرآنية برضو بالخط العربي، تمام. ده برضو تبع رسم الانمي. زي ما انتم شايفين بنقدم لكم مواهب فنيه في جميع المجالات. استاذ محمد بيعمل بيرسم بالالوان، بيرسم بالقلم الرصاص، بيرسم بالفحم، مدخل ميكس ما بين الفحم وما بين الالوانات. تمام صح كده؟ تمام. طيب لو احنا جينا نتكلم عن الصوره دي ايه؟ دي بالنسبه دي حديقه اطفال يعني، فوق كانت معموله هناك في المملكه العربيه السعوديه. دي اللي انت عملتها في المملكه العربيه السعوديه؟ ده تقريبا الشرط الاساسي بتاعهم كان ان هو ان انت تدخل النجيله الصناعيه من وسط المنظر اللي انت بتعمله. فانا طبعا اخترت دي طريقه دوائر 3D، والصور طبعا فيما بعد بيبقى فيه فيديو موجود برضه وفي صور موجوده. الفيديو فيما بعد الصور اللي موجود حوالين ده كله بيبقى منظر طبيعي. عملت ميه ومركبه ده بالنسبه للصور بقى اللي هو اللي ورا. ودي اللي انت قلت لي عليها اللي انت مدخل فيها الالوانات طبعا. دي شهاده دي شهاده كانت جروب. خدتها فين الشهاده دي؟ الشهاده دي خدتها في دار المبدعين، كانت محافظه في محافظه المنصوره. انا طبعا منها بس من قريه يعني، فبالصدفه كده جت الجايزه على اساس ان احنا في جروب مع بعضه يعني عامل رسامين وعامل مسابقه وكده، فالموضوع جه بالنسبه لي صدفه. فدخلت شفت شروط المسابقه، فبناء عليه انت بتقدم المحتوى فيديو وبعد كده بيتم تقييمك ان كنت تقبل او ما تقبلش. فطبعا قدمت المحتوى بتاعي وفي النهايه هم قبلوني، فرحت المسابقه من وسط 23 فرد، فالحمد لله خدت مركز اول. اكيد حضرتك مبدع، بترسم حاجات حلوه جدا. الله يكرمك. في فيديو هيتعرض معانا على الشاشه، هو انا شفته بصراحه وعجبني جدا جدا يعني. هو ده هو انا ما فهمتوش في الاول، بس ممكن تشرحه لنا. دي طريقه رسم اسمها كونكت بنتر، هي طريقه فرنسيه اصلا لفنان فرنسي. فطبعا هي مش منتشره في مصر قوي، فبما ان الواحد يعني بيحب الابداع في الشيء على طول، فده فيديو المحتوى اللي انا قدمته في المسابقه وبناء عليه تم اختيار. هتشوفوا دلوقتي هو بس هو عمالين يعمل حاجات سودة غريبه كده. وبعد كده ما هو الجميل مش عارفه انت هتبتكر ده ازاي. الجميل في الموضوع ان هو الفكره ما حدش عارف انت بتعمل ايه. ما انا برضو شايفه ان انت وفي النهايه هي وفي النهايه هي انت ايه اللي انت بترميه على اللوحه ده؟ ده يعتبر برونز ذهبي. انت رسمت الصوره الاول وبعد كده رشيت عليها وبعد كده رشينا عليها الدهب. يعني بترسميها بماده اللي لازقه على اللوحه وتكون اللوحه سمراء زي ما حضرتك شايفه، بحيث ان هو يديك ايحاء ان انت ما بتعملش اي حاجه، وفي النهايه بيطلع لك المحتوى بالشكل اللي حضرتك شايفاه. زي ما شفتوا استاذ محمد بيعمل مواهب حلوه جدا وفقرات حلوه قوي. وعايزه اسالك سؤال بس، يعني ازاي بتنسق الالوان ان هي تطلع كلها مرتبه يعني؟ والله هو ده بيبقى طبعا موهبه يعني، هو ذوق في الاول وفي الاخر يعني. دايما حاجه علميه بتبقى موجوده انك انت الشيء اللي بيختلف في وجهه نظر الشخص الثاني ممكن هو ما يكون مرغوب من وجهه نظر الشخص الثاني خالص. فطبعا في النهايه هي اذواق، فحريه الاختيار بالنسبه للوجوهات او بالنسبه للشعارات اللي انا بعملها او كده، ده بتبقى راجعه للشخص نفسه اللي هو عايز المحتوى نفسه يعني. انا بعرض عليهم الشغل وبالالوان الخاصه اللي انا شايفها ليه، هو بقى لو عنده حريه الاختيار ان هو مثلا يشوف ان كان ده ليه او لا، وممكن يسيبه وممكن يقتنع بذوقي وممكن يقول لي غير. فتنسيق الالوان ده بيتم ما بين التنسيق بيني وبينه. بينك وبينه، مش انت مثلا اللي بتختار حاجه معينه؟ انا بختار يعني، انا بختار وبعرضه عليه عشان الشكل الجمالي في النهايه يكمل، وبعد كده هو له حريه الاختيار بقى بما انه هو صاحب الشان يعني. طب بالنسبه لو عندنا اطفال مثلا بتحب ترسم، نعرف ازاي ان هم مبدعين يعني؟ والله هو من خلال ان هو بيحب الشيء يعني. في مثلا في الدول الاوروبيه يعني مثلا يقول لك ان مرحله التعليم الاساسي هي عباره عن كم ماده. فانت بتشوف انت متميز في ماده ايه، وبعد كده بيبداوا يقيموه ويتخلوه في التخصص اللي هو موجود فيه. هو بالنسبه له لو هو حابب الرسم، لو هو حابب ان هو اكتر شيء بيقعد عليه مثلا الرسم، الكيمياء، الفيزياء، انا ببدا انمي من مجرد متابعته ان انا انمي الفكره دي واكبرها جواه. انميها ازاي بقى يعني؟ تنميها بان هو يهتم بيها، ان انا اوفر له الامكانيات كلها يعني. مثلا لو هو رسام اوفر له كل ادوات الرسم. فطبعا دي شيء لازم يكون موجود في الاسره. ما اوديهوش مثلا اكاديمي او اوديه حاجه والله معينة. والله على حسب الامكانيات اللي موجوده يعني، المهم ان هو يبقى فيه اهتمام.
ودي اكاديمي عشان يتعلم فيها. اكاديمي نوفر له اضعف الايمان خالص، نوفر له البيئه الملازمه لان هو يكون موهوب، ونوفر له الادوات بتاعته كلها بحيث ان هو ما يبقى محتاج حاجه، ان هو تكون موجوده قدامه. ايه اكتر رسمه رسمتها وحسيتها عجبتك يعني؟ اللي هي اللي كانت موجوده في الفيديو. اللي كانت في الفيديو صح في الفيديو كده؟ اللي هي اللي كان لونها اسود كونكت بنتر صح كده؟ دي اكتر حاجه عجبتك فيها. استاذ محمد تحب تقول لنا ايه كده يعني، او تنصح الناس كده؟ والله انا لو والله انا لو هنصح، انا هنصح الشباب يعني اللي هم في سني، يعني ان انت دايما يكون عندك طموح، لان هو ده اللي بيديك حافز ان انت تكمل في موهبتك. فطبعا انا بالنسبه لي انا الدعم الاول والاخير هي والدتي، فهي دايما كانت على طول عارفه ان انا ماشي صح، ما كانتش بتراجعني في اي حاجه. فانا بالنسبه للشباب انا بقول لهم ان انت تخليك مستمر دايما، وان انت ما تخليش حد يحبطك، وان انت مهما تكون موجود في بيئه انت شايف ان هي ما هياش مثلا ملائمه او كده، لازم تخليك مستمر. انت قدوه يا استاذ محمد بجد لكل شاب، وفعلا يعني بيفتخر فعلا بيك. الله يكرمك يا استاذ. ومعنا تهنئه من اهل المغرب، اهل المغرب الشقيقه. معنا تهنئه من الكاتبه لجميله محمد من المغرب بالمولود الجديد، وقريبا انتظرونا على الشاشه المصريه. البنوتة جميلة جدا في برنامج افتخر بمهنتك. وبنتكلم بقى ان احنا عندنا حفلة جميلة جدا جدا في رأس السنة يوم 2020، حفلة الجوكر 30/12. وهي الحفلة شاملة كل المهن، من المهندسين، من الدكاترة، من مواهب الشعر، من الفنانين، حضرتك أكيد معانا. كل حاجة، هي شاملة كل حاجة، شعر، أدب، كل حاجة. نعملين حاجات جديدة جدا لكل الموديل اللي هيتضموا معانا برضو في المسابقة، ويا ريت تشرفونا. وهنعمل مسابقة ملكة جمال الجوكر. وطبعا أكرم أستاذ محمد. الشرف لي يا فندم. اتفضل يا استاذ محمد. شكرا. اتفضل يا استاذ محمد، انتظرونا بعد الفاصل في برنامج افتخر بمهنتك، نقدم كل جديد. مساء الخير عليكم، وحشتوني جمهور افتخر بمهنتك. احنا طبعا النهارده بنرحب بالضيفه اللي معانا، بسمه، ميك اب ارتست وكوافيره وشامله كل حاجه. ازيك يا بسمه؟ ازي حضرتك، انت عامله ايه؟ نورتيني. ده نورك يا حبيبتي. وبرنامج افتخر بمهنتك متشرف بيكي طبعا. ده انا فخوره، ده غير ان انت كمان مسؤوله كمان ومنظمه الحفله، حفله جوكر 2020. ميرسي يا حبيبتي، فخوره. طبعا انا انت اديتيني من المنتج بتاع الرموش. احنا النهارده الحلقه معانا عن الرموش، فطبعا انا عايزاكي تتكلمي بقى وتقولي لي ايه المنتجات اللي معاكي، وتعرفيني ايه الجديد عشان اتكلم على المنتج اللي انا جربته. اولا انا كل مره كنت باجي معاكم كنت بتكلم عن شغلي، عن التجميل، عن البروتين، عن الشعر كده. اول مره انزل اتكلم عن منتج الرموش، حاجه للرموش. كلنا رموشنا بتقع، ما عندناش رموش. حلم كل ست حواجبها تتقل، ضوافرها تبقى كويسه، رموشها تتقل. تمام. انا ما اتكلمتش ونزلت وانا مقتنعه غير لما جربت المنتج. تمام. هو ده منتج امريكي امن جدا، واظن انت جربتيه. طبعا مرخص. مرخص طبعا. تمام. مرخص توكيل ايه؟ امريكي. امريكي. تمام. انا شايفه ان انت جايبه حاجات غير الرموش دي للضوافر. انا عايزاكي بقى تعرفينا كده وتوري المشاهدين منتجات قدامك. تمام. في هم ثلاث انواع، انا عايزه اعرف النوع ده ايه والنوع ده ايه والنوع ده ايه. في حاجه لتقويه الاظافر، في حاجه للتنعيم والتتقيل الاظافر تطول بسرعه، وفي حاجه عنايه عامه. ده حلو قوي. انا عايزه اقول لك ان احنا دلوقتي النهارده الحلقه بتاعتنا مختلفه جدا، لان الرموش والضوافر دي اهم حاجه في الست طبعا. طبعا. انا عايزه بقى اسالك سؤال، انت ايه السحر اللي انت اديتهوني؟ على فكره يا جماعه، بسمه ادتني الاسبوع اللي فات حاجه اجربها، طبعا المنتج اللي هو موجود بتاع الرموش للتغذيه والتطويل. طبعا
طبعا انا مش مجرد ان انا يعني طالعه اتكلم على المنتج بتاعها، بس دي حقيقي عن تجربه. انا ازاي سحر كده؟ انت قلتي لي قبل النوم مره واحده، وهتحسي بفرق اكبر كمان بعد 6 اسابيع من ما جربتيه. اوكي، هو 6 اسابيع بالظبط وتشوفي الفرق. بس انا واظبي كل يوم. انا شايفه طبعا المنتج معانا اهوت على الشاشه، ده تطويل اللي معانا الاحمر ده. يا بسمه، يبان بعد ايه؟ بعد قد ايه؟ انا بقول لك 6 اسابيع. وهم A1. وهم. انا بصراحه يا جماعه انا جربته اسبوع بس، اسبوع فرق معايا على فكره. ايوه بيفرق. انا جربته يعني، انا كمان انا ما بتكلمش عن حاجه اذا كنت مقتنعه بيها. يعني انا طبعا عشان بحط ميك اب كتير وبنزل، فما ينفعش ان انا انزل من غير ما اركب رموش. رموش بالظبط كده، ودي حمل على الرموش، فالرموش بتقع. فالفكره ان يبقى في حاجه تعوض ان احنا نركب رموش، دي حاجه لا بصراحه تحفه. والمنتج كمان انا جربته بنفسي، وطبعا رقم تليفون مدام بسمه على الشاشه اللي حد يتواصل معاها. طب لو حد حب طلب من حضرتك، في حد؟ ايوه، في وكيل اصلا هنا، وفي يعني اقصد ان في كذا موزع كمان معانا احنا ما شاء الله. يعني هو انا حبيت ان انا انزل بالمنتج ده لان انا حباه. حابه صاحبه المنتج. ايوه، ما هي دي بقى صاحبه المنتج دي حبيبتي استاذه نور. الاستاذه نور دي هل هي موزعه ولا صاحبه المنتج؟ لا دي وكيله. الوكيله بتاعت الشركه. طبعا انا طبعا مش عارفه يعني، في حاجات بصراحه يعني انا شايفه ان في حاجات يعني احنا المفروض ان احنا ما نتبعش الضوافر والتركيب والكلام ده. طب انا دلوقتي لو انا بركب دايما سي، او اللي بيعمل اكليريك وحب ان هو يجرب المنتج ده، ينفع وانا نازله دلوقتي انا خلاص المفروض ان انا عندي حلقه سي، لا انا عامله اكليريك، فانا دلوقتي احط المنتج وانا حاطه ضوافر ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش. نوي. احنا انا عن نفسي مثلا ضوافري قويه شويه، في حاجه ثانيه عندي ضعيفه مثلا ضوافر رجلي. يعني لازم اللي يستخدم المنتج. انت ده علاج. ايوه، ما ينفعش احط حاجه ويبقى في حاجه عازل. يعني ما ينفعش بقى انا دلوقتي انا عندي فرح، انا عندي مناسبه، ده سيرم علاج لضوافري، علاج لرموشي. ما ينفعش ابقى حاطه ماسكارا او مركبه رموش واجي احط السيرم، ما هو مش هيعمل حاجه. انا حاطه حمل على الشعريه نفسها. حتى كمان تركيب الرموش غلط مع العلاج. ده تحفه كمان للحواجب. انزلوا كده بالفيديو يا جماعه، نشوف الفيديو اللي معانا. بصراحه يا بسمه مش لاقي كلام اقوله. لا هو للرموش كمان، للحواجب كمان. وهم كمان. في كمان يعني في ناس كتير جربته وحبته. هو كفايه ان هو كمان منتج كمان مرخص ووزاره صحه، فدي كانت دي حاجه طبعا امنه جدا. يعني الرموش فرق. فرق قبل وبعد حلو قوي بصراحه. يعني اظن احنا بنجيب لكل الستات اللي قاعده في البيوت يعني دريفلي لغايه عندها، يعني مفيش كلام. اهم حاجه تبقى الستات المصريه كلها حلوه. ايوه. ودي اهم حاجه عندنا طبعا. طبعا انا عايزه اسالك بقى سؤال عن الجوكر 2020 الداعيه. طبعا انتي جميله مسؤوله عن تنظيم وتسويق الحفله. طبعا عايزاك يا بسمه تكلمي المشاهدين وتقولي لهم ايه المفاجآت اللي عندنا، والحفله هتمشي ازاي. بصي، هو احنا في الطبيعي المهرجانات والحفلات بتاعتنا بتبقى خاصه بينا. تمام. دي اول حفله وتخص العيله. يعني انا طول الوقت سايبه اولادي في البيت، سايبه جوزي، ما باخدش وقت كفايه في اني اقعد مع اهلي وعيلتي في البيت. فنيجي يوم وعائلي ترفيهي وكله يتعرف على بعض، وده حاجه كبيره وحاجه حلوه قوي 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 طبعا. وان الحفله في راس السنه، نهايه سنه وبدايه سنه، والكل يتعرف على بعضه، دي جميله جدا 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 طبعا. ده غير ان احنا معانا كمان، يعني انا بقى عايزه برضو ان احنا نقول للمشاهدين لان هم ما يعرفوش حاجه زي كده، احنا هيبقى معانا 9 بنات، 9 محجبين و9 مش محجبين، عشان دي هتبقى ملكة جمال الجوكر ان شاء الله. وهيبقى معانا فقرات كتير جدا هتبقى معانا في الحفلة، ده غير ان هيبقى فيها مفاجآت.
مفاجأة وده اللي احنا قلنا عليه باذن الله. فعايزينكم تنورونا وتشرفونا. اللي بيحب طبعا برنامج افتخر بمهنتك، طبعا احنا عاملينها في باخره سياحيه، ويمكن انا منزله البوستات على الفيسبوك وعلى الصفحه بتاعه البرنامج. واي حد عايز يستفسر عن حاجه، عايز يحجز، الارقام موجوده على الشاشه. عايزين نبقى كلنا يا جماعه جروب هي واحد. متاحه لجميع الفئات على فكره. هي مش شرط مجال التجميل او كده، لا هي متاحه للكل. بالظبط، اللي عنده شعر، اللي كهربائي، الدكتور، الصيدلي، اي كل حد، حاجه، اي محامي، كوافير، احنا مهندس، فني. احنا الحلقه عندنا، مش الحفله عندنا، مش حاجه معينه، احنا فاتحينها حاجه عامه. فان شاء الله باذن الله هتبقى حفله جميله جدا يا بسمه. اكيد طبعا بوجودكم وبوجود الناس اللي هتيجي. ايوه طبعا، ودي رموز لكل المهن. اكيد طبعا، ودي حاجه طبعا نفتخر بيها وافتخر بمهنتك. افتخر بمهنتك، لازم كلنا نفتخر ببعض ونقف جنب بعض، وان شاء الله هيبقى يوم جميل جدا. عايزين طبعا معانا دلوقتي شكر نور المصري. طبعا انا بشكرك جدا جدا جدا، واسفه ان احنا اتاخرنا عليك، والف الف مبروك على الكليبات، وان شاء الله يا حبيبي توصل وتبقى قد الدنيا. انت ده مثل قدوه لكل الشباب. انا عايزه اقول لكم يا جماعه ان هو كمان سيناريست، وهو اللي بيكتب الاغاني بنفسه. طبعا قدم لنا حاجات كتير جدا، وانا بشكرك ان انت نزلت لنا البرنامج بتاعنا عندك. تحياتي ليك. وطبعا كان معانا النهارده بسومه ربيع. وان شاء الله نتواصل معاكم فقره ولاد البلد، وهنتظركم ان شاء الله في حفله الجوكر 2020. تصبحوا على خير.